Shine. أعتقد لابد من توضيح مسألة مهمة جدا، هو نحن بالنسبة للنقاش فصول الدستور المصادقة عليها تتم في ظروف غير عادية، وبسبب معناتها ما تم إملاؤه وفرضه على المجلس الوطني التأسيسي من خارجه وبما يسمى الحوار الوطني. أنا نعطي مثال وحيد، أنا عضو في لجنة الحقوق والحريات واشتغلنا في 29 فصل متعلقين بالحقوق والحريات طيلة 83 جلسة و 320 ساعة عمل، استضفنا فيها عشرات الخبراء واستمعنا إليهم وكان نقاش ثري، ولكن مع الأسف بسبب الطريقة الظالمة التي تم اعتمادها في مناقشة فصول الدستور، أنا شخصيا عضو في لجنة حقوق الحريات ولم أتمكن من إبداء رأي ولو في فصل واحد من 29 فصول متاع الحقوق الحريات. الطريقة هذه متاع القرعة غريبة جدا، لم تمكن النواب من أن يبدوا آراءهم في هذه الفصول وفي غيرها من بقية الفصول، هذا غير معقول، لدرجة أن بعض النواب لم تخلوا عن تدخلاتهم بتعلق ماذا؟ بتعلق التسريع بالمصادقة على الدستور، معناتها شيء غير مقبول. أنا أرى أن هناك عملية فرض على وصاية على المجلس من خارجه فيما يسمى بالحوار الوطني اللي جعلتنا معناتها نقوم بهالنقاش هذايا والمصادقة على الفصول طريقة غير طبيعية بكلي، معناتها لم تتح لنا الفرصة أن نتحدث بعمق ونناقش بطريقة معناتها يعني جوهرية، وهذا هذه المهمة اللي أعطاها لنا الشعب يوم انتخبنا 23 أكتوبر 2011، أنه مش نناقش الدستور بتأني، وهذا دستور مش قانون، راهو معناتها مش يبقى ربما لسنوات طويلة، مفروض أن يأخذ حقه ويأخذ حظه من النقاش ونبديه فيه الآراء متاعنا. واضح مهدي بن غربية، اجري 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 اليوم في الدستور بكلي، فما وصاية وظروف غير عادية قاعدة تصير عندكم في التأسيس. يقول نجيب مراد شنو رأيك؟ هي حاجة ساخن نحكي في حاجتي، حاجة الأولى على الدستور خلينا نعطيه رسالة للتوانسة. التوانسة اليوم رغم كل الصعوبات اللي عاشها المسار الانتقالي في البلاد عنده 3 سنين، التوانسة اليوم يشوف في نهاية النفق، فما في تونس عنا هيئة انتخابات، في تونس عنا استقالة للحكومة، حكومة حزبية وتكوين حكومة كفاءات مستقلة لكي تكون على مسافة واحدة من الأحزاب الكل والذهاب نحو انتخابات. تونس اليوم عنا هيئة مستقلة للانتخابات، تونس اليوم الدستور احنا في آخر مراحل، وصحيح فما بعض الخلافات حول بعض الفصول، أبقى سنتجاوزها بالوفاق الوطني بالحوار الوطني كما تجاوزنا غيرها. المنهجية في الدستور كانت أنه نتفقوا على نصوتوا على كل ما احنا متفقين عليه، ونقاط الخلاف نخليوها في الآخر ونتقارب ونقروا لبعضنا. هذا اللي قاعد يتم من خلال الحوار الوطني، من خلال الكتل الفاعلة في مشروع التأسيسي منذ أشهر، والحمد لله اليوم تونس تقريبا هي التجربة الوحيدة في الربيع العربي اللي قاعدة تنجح. اليوم نحكيو على الدين اللي نحكيو على موديل تونسي دو ترانزيسيون، اليوم هذا هو شيء إيجابي. بالطبع هذا فما مسائل اقتصادية ومسائل اجتماعية، نتمناو انه اليوم كي الحكومة الجديدة تكون بعيدة عن التجارب السياسية تعطيو لبلادنا والتوانسة هالفرصة باش نخرجوا منها. اما في الدستور ظروف غير عادية، شكون تسمع فيه؟ النائب الكتلة الأغلبية في المشروع الثاني السياسي. كي نسمع كلام الزميل المحترم اللي بالنسبة لي هو كلام خاطئ وهي مسؤول، كلام شحن وكلام خارج التاريخ وخارج الوضع في تونس، والمثل كان شخصه وممثلش كنت عندي. أنا اليوم حد نعرف ما نحكيش قاعد نحكي مع ممثل حركة النهضة، موقف حركة النهضة وكتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي هو الحوار الوطني وقبول الفصول ولجنة التوافقات وكل الاتفاقات وصلنا عليها. السيد النائب المحترم على كل احترامي وتقديري شخصه ممثل كين شخصه، ممثل كين راي متطرف في المجلس. انا ممثل، انا نائب عن الشعب. سمحني. عندما يتحدث ما تعطيكش سمح لي سي نجيب توضيح فصل. اسمعني بعد وضع انا هكا فما كي نحكيو نسمعك وبعد تسمعني. تفضل ما قعدوش معاك، سمعتك اللي قلته كله. كمل فكرتك مهدي بن غربي. انا قلت السيد بالطبع كل نواب المجلس هم ممثلين للشعب. ايوا يبقى مثل حسابه الشخص السيد النائب المحترم رايه ما يلزم الا نفسه، ما يلزمش حركه النهضه، والحمد لله انه في حركه النهضه فما ناس عقلاء وفما ناس قدت مصلحه البلاد وقدت مصلحه البلاد، ومشينا نحو التوافقات هذه من خلال الحوار الوطني. فما موقف متطرف، موقف متطرف من طرف بعض النواب سواء سي مراد. لا من فضلك من فضل احترم شوي موقف مضطر. انا ما سبيتكش ما قلت حتى شيء، من فضلك شو تقول موقع عليه موقف مضطر؟ موقف مضطر عليه، هذا رايي، هذا رايي. انا نائب عن الشعب، انتخبني الشعب، مانيش ممثل حركة النهضة في المجلس التأسيسي. اتو نجيو للموقف الاول النهضة ولا هو اللي يجيب مراد. كمل الفكرة باختصار مهدي بن غربي. بعد من عندك كمل الفكرة باختصار. انا اعتقد انه الموقف هذا موقف مضطر. ماذا معنى التطرف في الموقف هذا؟ هو موقف يرفض جملة التوافقات اللي تمت في الحوار الوطني في لجنة التوافقات، هو موقف متمسك فقط بالشرعية
نتاع الانتخابات تاع التاسيس الشرعيه هذه راهي توسك انتخبونا باش الدستور انتخبونا على عام وحنا في العام الثالث. الناس تقول كليت باكلي وتؤدوا كذا قداش تحبوا تقعدوا 10 سنين اخرين في المجلس تعملوا دستور باش تعملوا باي قداش تحبوا تقعدوا ولا تحبوا تخلدوا فيه المجلس ولا تدخل في عيد اليوم فما موقف نتاع الناس متطرفه في المجلس سواء بعض النواب حركت منها هذاك السنه جبران بعض النواب من الاطراف الاخرى احترم نفسك انت هو انت دعيت الى حل المجلس معناتها في جويلة فات انت ما استعرفتش به المجلس دعيت الى حل المجلس التحالف الديمقراطي لم يدعو ابدا الى حل المشروع التاسيسي التحالف الديمقراطي دعا لاستقالة الحكومه والحفاظ على المشروع التاسيسي ريت سي نجيب كي ما تعرفش الموقف على الاقل ثبتهم في حل خلينا نسمعوا بعضنا يفضلكم نجيب مراد تقول انه موقفك هذا ما يعبرش على حركتنا هذا موقف انا ما قلتش ماذا انا قلت انا نائب عن الشعب بمجرد انتخابي يوم 23 اكتوبر 2011 اصبحت نائب عن الشعب من شمال البلاد الى جنوبها ومن شرقها الى غربها والشيء السيء والسلبي في المجلس الوطني التاسيسي انه يقع تعامل مع النواب كانهم ممثلين لحركاتهم السياسيه واحزابهم داخل المجلس المفروض ان النائب يتخلى على جزء من الارتباط نتاعو بالحزب نتاعو بالواحد حتى يعبر على اراده الشعب يعبر على مواقفه كل حريه حسب ما يملي عليه ضميره وعقله وحسب ما يمليه عليه الناخبين نتاعو ونحن باتصال بالناخبين نتاعنا في الجهات نتاعنا المفروض انا نعبر على الشيء هذاك مش نقعد ديما معناتها انا لكن المفروض تلتزم بالخط السياسي للحزب نتاعك سي نجيب والخط السياسي للحزب نتاعك كان فاهمين احنا الامور كيفاش قاعده تصير ان نهضر مع الوفاقات مثلا هكا ولا انا هذا رايي اعبر عنه بكل استقلاليه وحريه ومعناتها وفاء معناتها الناخبين نتاعي اللي انتخبوني يوم 23 اكتوبر 2011 انا بالنسبه لي لا اعترف بالحوار الوطني والمجلس الوطني التاسيسي هو السلطه الاصليه والشرعيه ومن اراد ان يقول هذه مواقف تطرف هو الموقف نتاع المتطرف ويريد ان يتخلى عن الشرعيه اللي مثلا المجلس الشعب انتخب المجلس الوطني التاسيسي لم ينتخب الحوار الوطني الشعب لم يخاول الا الحوار الوطني ان يتحدث باسمه نحن انتخب لا مش صحيح لا مش مخالف النسخه الاولى نتاع الدستور تم انجازه في ديسمبر في ديسمبر سمعت خدت كلمه شو اللي بغى قلت ما تحبش النقاط شو الفصل اللي بغى خدت كلمه خلي كمل النسخه الاولى نتاع الدستور تم انجازه في ديسمبر 2012 النسخه الثانيه في ابريل 2013 النسخه الاخيره اللي ناقشوا فيها توا جاهزه من يوم 1 جوان 2013 ومفروض الناس اذا كان عندها مقترحات ولا معناتها تنقيحات ولا معناتها ملاحظات على النسخه هذه اللي عندها 7 شهور ونص جاهزه مفروض عندها الوقت الكافي مش تبدي رايه في الوحده باش نجم نقدموا شوي الموقف هذا تجاوزوا التاريخ اليوم صارت الوفاقات وصار الحوار الوطني وصارت الوفاقات وتعديت في الدستور يعني الموقف هذا تجاوزوا التاريخ كيفاش اليوم مش نرجعوا بالتوالي معناها لانك انت انا 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 امامي نسخه من الدستور اللي نحن نواب الشعب انجزناها وكانت جاهزه من 1 جوان 2013 انا امامي النسخه يعني عندما نناقش فصول الدستور معناتها ونصادقوا عليها قدامي نسخه اللي انجزناها نحن نواب الشعب ولا يهمني اي اللي قاعد يتعدى تو كله ما يهمكش انا اللي خارج نطاق ما انجزه نواب الشعب لا يهمني اللي سمحني تو الفصول اللي قاعد تعدى في المجلس فصول تتعدى ب 160 و170 و175 صوت ما تهمكش انت ممكن انت في المنتي في العشرين ما يهمهمش مش تعطوني تنصب روحك لان انت ناطق بس من حزب الشعب انت لولا حركه النهضه لما كنت في المجلس الوطني التاسيسي مثلا خط سياسي تاع حزب نقولوا الحمد لله انه الحزب هذايا اللي وحات النهضه فهم الوضع تاع البلاد قدر الظرف الصعيب تاع البلاد ما تبعش الاراء المتطرفه اللي كانت حتى تدخل البلاد في الحيط ونشوف السيناريو المصري كما فما اراء في الجهه الاخرى كذلك كانت ممكن تحب تدفع البلاد في 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 في, في, في المسار هذاك اللي يقولوا للتوانسه حاشنا نكبر الوسط حاشنا العبيد اللي قادره تعمل توافق قادره تتنازل قادره تبني دوله وطنيه ما حاشناش الناس مادرجه ومدمغجه ومتطرفه في هذا الطرف او في ذاك تقول لا احنا راه مش نعملوا وكلش يدخلوا الحيط اي بعد ازمه الشرعيه لو كان ما استمش الحوار الوطني ورجعنا للمجلس ولقينا اللي طاه الحوار الوطني شو عملنا؟ عباد في القصبه تعيط عباد في بلد تعيط وانت تقول لهم والعباد لهنا تقول هذوما كلايكيين وبهم وعليهم والاخرين يقولوا هذو الكفار وبهم وعليهم هكا تحبوها تونس كيش نعملوا بعد؟ اليوم الفصول تحكي لي انت ماهيش مثلا الشعب تعدت 170 175 فما 25 ضدهم انت منهم شو احنا عندي 25 توقفوا مسار التاريخ في تونس التفصيل نتاع الواحد هي هاو شوف باوس سويت شوف باوس لو شوف إيه انت تعرف التفصيل تاع شنو يعني شنو صوتت تقول في كلامك لا على عيني انت تو انت شكون انت تقول تحكي في كلام ما عنده حتى ارتباط بالواقع انا قلت لك الفصول اللي تقدمت قدامي انا نحكي ضميري وعقلي وهذه النسخه اللي انجزناها جاهزه من 1 جوان 2000 النسخه اللي قاعده تصوت عليها واللي كان معناها
شارك فيها الحوار الوطني ولجنة الوفقات هي النسخة اليوم يشتركوا الدستور التوانسة بها بغض النظر اللي تقول فيها الدستور قام يتصوت ب 170 و 50 شنو هذه على حبات التاريخ.